أعزائي المشاهدين، برحب بيكم خارج وداخل مصر. النهاردة احنا لسه في الأسبوع برضو الألماني، هنشوف الأكل الألماني برضو بتعمل ازاي مع بعض. النهاردة معنا حلقة ظريفة شوية. الحلقة دي احنا دايما متعودين ان احنا ناكل السجق البلدي بتاعنا، ناكله بطريقة، هنشوف الألمان بياكلوه بالطريقة بتاعتهم ازاي. هنطلع مع السجق الألماني، هنطلع مع سولت بوتيتوس اللي هي البطاطس المسلوقة في مية وملح، وبعد كده هنطلع معاه سايد ديش تاني كرومب، بيطلع بطريقة جميلة جدا، بيقولوا عليها في ألمانيا الساور كراوت، وهنطلعها نشوفها مع بعض الكرومب بياكلوه ازاي كسايد ديش، يعني كتابع جنب الوجبة الرئيسية. أكلة جميلة جدا ومشهورة جدا، بتاكل دايما في الشتاء، والطبق دوت شبه في كل بيت بياكلوه. عندي هنا حضرت طاسة لازم تكون سخنة جدا كويس، وعندي حلة هنا للبطاطس دي فيها مية سخنة مش أكتر من كده خالص. أبتدي إن أنا أحط لها شوية ملح. البطاطس عندي بتطلع الفنادق بيعملوها بشكل، وإحنا هنعملها بشكل تاني خالص، هنعملها بطريقة إيزي جدا، طريقة سهلة وما فيهاش أي برضو عقبات. أنا بحب إن أنا أسهل عليكم بس الطرق بتاعت البطاطس. عندي هنا البطاطس هي بنحاول ان احنا نعملها في الفنادق بطريقة، و حتى في اوروبا برضو بيطلعوها بالطريقة ديت. هاخد البطاطس كده بالشكل دوت، وابتدي ان انا اروح واخدها كده تورنيه. بعملها زي بالظبط عملية اكنها نص زي نص الكمبتراية، بدورها كده بالطريقة ديت. دي الطريقة اللي بيعملوها الاوروبيين اللي هي اسمها بومناتير، او البطاطس اللي هي الناتير اللي ما فيهاش اي حاجة خالص، يا اما مسلوقة بس في ملح مش اكتر من كده، وبتكون بس مدورة كده زي بنفس الشكل دوت. هنعمل برضو مع بعض واحدة تانية كده. ده طبعا في الفنادق او المطاعم بياخدوا الكلام ده، بنستغله في حاجات كتيره جدا، بيخش بعد كده في الشوربه، بيخش في البطاطس المهروسه، بيخش في كل الحاجات ديت. بيحاولوا ان هم بيشغلوا كل الحاجات ديت في اكلات تانية، يعني مش الحاجه دي ما بتترميش. برضو في البيت ممكن ناخد، لو احنا عايزين عندنا حد معزوم وعايز ياكل اكل ديليكاتيس شويه وياكل بعينيه قبل ما ياكل بالنفس، فممكن نعمل الكلام دوت، وناخد البطاطسية كده نقطعها بالشكل دوت كويس، بحيث ان هي تكون عندنا شكلها في الاخر اللي هو الشكل ده. في ناس بتعملها اصغر من كده، وفي ناس بتعملها اكبر من كده، وفي ناس بتعملها بوز من هنا، مفيش مشكلة فيها. وفي برضو يعني ليها كذا كذا طريقة، انما هي في الاخر الفورمة بتكون في الاخر واحدة كويس. دي الفورمة بتاعتها، في ناس بقى بتعملها أكبر من كده، وفي ناس بتعملها أقل من كده وأصغر من كده كمان، يعني بتبقى نصها. فدي الفورم ديت بتبقى على حسب الشيف المطبخ اللي بيكون موجود في الفندق أو في المطعم نفسه. فإحنا النهاردة هنعملها بطريقة سهلة جدا، علشان ست البيت يمكن ما تعرفش تعمل الطريقة دي، فهنعملها بالطريقة اللي هي العادية اللي أنا قطعتها، اللي هي عادي جدا خالص. هاخد البطاطساية على اتنين وأقطعها كده كبير، بحيث إن هي تستحمل النار كويس كده بالطريقة دي. نفس الطريقة دي برضو بتتعمل في البيوت في أوروبا، أنا شفتها أكتر من مرة وكلتها أكتر من مرة، حتى في بيتي ما كنتش بعمل ده إلا لما يكون عندي عزومة حلوة أو ناس جاية هتاكل عندي، فكنت بعمل لهم الطريقة ديت. غير كده في كل البيوت بتتعمل بالطريقة ديت، مفيش فيها أي مشكلة خالص. واخد البطاطس ديت واروح حاططها في الميه ام ملح. اهم حاجه ان انا البطاطس عندي ما سواهاش جامد، لازم يكون القوام بتاعها كويس. ده بالنسبه للسولت بوتيتوس او البطاطس المسلوقه كويس. هاخد برضو الحتتين دول اقطعهم برضو كده، والميه دي خلاص انا مش محتاج لها، هقلل بس الميه شويه كفاية قوي كده.
وده هيبتدي ان هو يسخن عندي. عندي هنا الطاسة سخنة تمام قوي، انا عايز بالفعل الطاسة تكون سخنة جامد. وبعد كده هاخد شوية من الزيت، خلينا ناخد ايه بالبسبوس الصغير ده عشان ما ننزلش زيت كتير. كويس. وبعد كده هرش شوية زيت هنا برضو عشان الزيت بينزل في المجر بتاعة الجريل والسوسيس ما بيطلهوش، فمهم جدا ان السوسيس عندي يكون واخد شوية من الزيت كده بالشكل دوت. هقلبه كده مع بعضه عشان كله ياخد الزيت. وبعد كده ارصه في قلب الطاسة عندي هنا. لو عندنا الطاسة دي يبقى كويس كان بيها، ما عندناش الطاسة دي بتعمل في اي طاسة عادية برضو ما فيش فيها اي مشكلة خالص، المطبخ سهل وما فيش فيه اي مشاكل. اهم حاجة ان احنا يكون عندنا المود ان احنا نطبخ، وانا من ناحيتي بحاول ان انا اسهلها عليكم، فمش عايزين نعقدها. كده ده خلاص ابتدي ان انا اقلب السوسيس اللي عندي هنا. طريقة جميلة جدا، هم عندهم طبعا في ألمانيا، عندهم ألمانيا وفرنسا وكل أوروبا عامة، السويسريين كمان عندهم، هم شاطرين قوي في اللحوم، فبدأوا ان هم يعملوا يطوروا في اللحمة شوية. يعني عندهم السوسيس بأشكال وألوان، وعندهم مجموعة جميلة جدا من السوسيس والحاجات المشوية، بالذات السوسيس في الكلام دوت. هم بياكلوا أكتر من نوع مع الساور كراوت اللي هو الكرنب المسلوق بمعنى اصح، وبيعتقوا الكرنب دوت، يعني بيعملوا الكرنب دوت قبلها بثلاث ايام او قبلها باربع ايام، بيعتقوه في قلب النبيت وبعد كده بياكلوه. احنا النهارده هنعمله بالطريقه المصريه اللي نقدر اللي تتماشى مع حياتنا ومع الطعم بتاعنا. عشان اسوي ده بسرعه ممكن اروح واخد كده ورقه ومغطي ده كده، هيبتدي ان هو يستوي وينزل الدهن بتاعه. عندي البطاطس هنا شغاله تمام مفيش فيها اي مشكله. هاخد بس فاصل صغير ونرجع نشوف مع بعض الساور كراوت بيتعمل ازاي. فاصل ونعود. اهلا بيكم بعد الفاصل. ما عملتش اي حاجه من غير ما تكونوا شايفينها. السجق عندي هنا استوى، البطاطس برضو داخله على سوا. السجق هسيبه كمل يكمل السوا بتاعه على نار هاديه علشان يحتفظ بالبروتين اللي فيه وفي نفس الوقت يديني طعم ولون جميل. عندي هنا حله انا سخنتها، دي مهمه جدا. بعد كده هاخد الكرنب اللي عندي، هنشوف الساور كراوت، أكلة مشهورة جدا أو سايد ديش بيطلع جنب الأكل مع اللحوم، مع أغلبية اللحوم، مع ممكن يطلع مع البورك أو الهام. ف هنشوف بيطلع ازاي مع بعض. دلوقتي أنا عايز آخد إيه؟ عايز آخد، نشوف هنا بس الطاسة عندي لازم تكون سخنة، أنا معرفش أشتغل على طاسات باردة، فدي مهمة بالنسبة لي. هاخد بعد كده تمام سخنت،
الكرنب بنقطعه تقطيع كده جوليان، يعني اي تقطيع تحبزوها انتم بنقطعه كده جوليان اكننا بالظبط بنعمل سلطه. الفكره في الاكله ديت ان هي بيعملوها كالاتي في اوروبا. مفروض ان انا باخد الكلام ده كله وبجيب وعاء كبير او صينيه كبيره او مثلا حله كبيره كويس، وبعدين بروح نازل بدي راق كرنب وراق توابل، راق كرنب وراق توابل، وبين الرقات ديت بحط شويه وايت واين صوص، اسف وايت واين. الوايت واين هنا فايدته ان هو بيعتق لي الكرنب نفسه، يعني باكل الكرنب كانه مخلل بمعنى اصح الى حد ما كويس. ده الفكره من كده. بعد 3 ايام بيكون الكرنب ده بدا يستوي، وبعد كده بيروح واخدينه سلقينه في قلب الميه بتاعته اللي هو اتخلل فيها الكرنب. ده الفكره من الساور كراوت، ولذلك اسمه ساور. ساور يعني لاسع، يعني محدق. ده الفكره من الساور كراوت. احنا هنشوفه النهارده بطريقه تتماشى مع الجو بتاعنا، تتماشى مع الطعم بتاعنا. انا بحاول ان انا اجيب لكم الاكله من اوروبا او من كل بلاد العالم، وفي نفس الوقت بحاول اعملها لما بلقاها ان الاكله مش هتتماشى مع الجو بتاعنا والطعم بتاعنا، فبروح اعملها ما يغير فيها شويه، ولكن الاساس بتاعها هو يعني نفس الوضع. الاكله لما بغير فيها للطعم بتاعنا احنا كمصريين. ده الفكره من اني بغير الاكله، انما المقادير بتاعتها الانجريدينتس بتاعها كله واحد، ده ما بحاولش ان انا اغير فيه. انما لو بتاخد واين مثلا، لا انا هعملها بخل العنب هيمشي ويديني نفس الطعم في الاخر. هاخد انا بصلايه ناعمه، وهيستوي عندي بطريقة برضو سهلة وهيستوي بسرعة، لأن الكرنب طبعا ما بياخدش وقت خالص. أتمنى بس من الـ لو في حد بيتفرج علينا خارج مصر، يعني بالذات في أوروبا وفي الدول اللي هي الأوروبية عامة اللي بياكلوا الساور كراوت، دول هستأذنهم إن هم يسامحوني، لأن أنا بعملها بالطريقة المصرية، ولذلك بعملها بالطريقه ديت اللي احنا هنعملها النهارده او هنشوفها النهارده مع بعض كويس. فانا بستاذن الناس اللي هم بيتفرجوا علينا في اوروبا ان هم يعني يسامحوني، لان مش كل الطرق الاوروبيه تتماشى مع الطعم بتاعنا احنا كمصريين. عندي هنا شويه من الزيت كويس، وهاخد البصل دوت واروح مقلب كده. البصل واخده سوتيه، هنزل بعد كده بشويه من الكمون. الكمون ده كمون حصى، بعد كده الكمون دوت هيستوي هديني طعم جميل قوي وريحة حلوة في مع الأكلة ديت مع الساور كراوت. هما كمان ليهم توابل بره في أوروبا للأسف مش كلها موجودة عندنا في مصر، لأن في شجر أو في توابل بتطلع بس في الجو الأوروبي اللي هو الجو التلج بمعنى أصح، ولذلك هما بيستعملوا الحاجات دي، الهولدر بيري والحاجات دي كلها، دي توابل كلها أوروبية بتطلع في أوروبا. طبعا انا كنت بشتغل بيها هناك وبطبخ بيها في بيتي وفي كل حتة، ولذلك مش موجودة عندنا هنا في مصر، احنا ما نعرفهاش. هاخد كام فص حبهان كده، ده برضو الحبهان هما ما بيحطوهوش في قلب الاكلة ديت، ولكن احنا عندنا في مصر هنا هحطه. دي الحاجات اللي انا بغير فيها ما بين المطبخ الاوروبي والمطبخ المصري. شوية من المسمار اللي هو القرنفل، وبعدين حطينا ورق لورا، طبعا شويه ورق لورا، ده نفس الوضع، هما بيحطوا ورق لورا وبيحطوا ممكن قرنفل وبيحطوا حاجه اسمها هولدر بيري، دي مش موجوده عندنا. فكل الكلام دوت انا هقلبه، هعلي بس النار شويه. تمام، كل دوت هيتاخد سوتيه كده مع بعض،
ممكن اديله حته زبده برضو. كويس، الريحه بتاعت ورق اللورم مع الحبهان مع القرنفل بدات تطلع، والقرنفل هيديني نفس الطعم بتاع اللي هو الهولدر بيري اللي هو التوابل اللي انا بقول عليها. التوابل دي عامله بالظبط زي العنب كده، ونلاقيها لونها بني وناشفه عامله زي الليمون بتاعنا، بس ايه حاجه صغيره قوي. دي بيحطها في قلب الاكل. الشجر بتاعها موجود في اوروبا بكثره، ده عامل بالظبط زي شجر الكريسماس كده، موجود في كل حته، موجود في الغابات. بعد كده هاخد الكرومب اللي عندي هنا واروح نازل بيه كده، اخد كده كل الكلام ده سوتيه مع بعض. طريقه جميله جدا ومحبوبه كمان في اوروبا. هم بقى عندهم حوالي لا يقل عن مثلا 20 نوع من الفورست او السوسيس. عندهم بقى حاجات مدخنه وحاجات ناشفه وحاجات معلقه، ويعني نخش عند الجزار او في السوبر ماركت نتفرج على الاشكال بتاعه الابتايل، بيسموه الابتايل او الديبارتمنت بتاع قسم اللحوم، قسم بس السوسيس والحاجات ديت. ده حاجه جميله قوي يعني، مليان يعني، مش عايز اقول لكم في حوالي مثلا لا يقل عن 20 نوع من السوسيس. في نوع منه مدور، وفي نوع منه عامل زي السوسات كده، وفي نوع منه هم بيشكلوه بقى زي ما هم عايزين. خدت انا شويه دول الاول، حطيت الكميه الكبيره ديت، ورحت حاطط بعديها شويه كمان، لان طبعا الكرنب زي ما احنا عارفين بيكش، ولما يشرب كمان من الميه او من البيوم بمعنى اصح هيكش اكتر. عشان كده مش عايز احط الكميه كلها مره واحده، والا مش هعرف اقلب الكرنب نفسه. مهم جدا ان انا اخده سوتيه كده، وبعد كده هروح نازل بشويه من الفلفل الاسمر اللي هو الفلفل الابيض طبعا، شويه ملح صغيرين، وبعد كده واسيب الكلام ده كله يستوي على البخار بتاع البيون اللي انا حطيته. كده بالظبط، ده خلاص، وده برضو انا مش عايزه، خليه عندي هنا. اول ما يبتدي يغلي كده بالظبط، هو بدا يغلى لان الطاسه عندي سخنه، ف هديله بعد كده شويه من خل العنب، الريحه مش عايز اقول لكم طبعا لذيذة جدا. انا الطعم بتاع الكرنب نفسه في بقي دلوقتي بتاع الساور كراوت، هدوق بس عشان اعرف الملح اخباره ايه. بالظبط هو ده نفس الطعم اللي انا واخد عليه مع الاستثناء بالواين. تمام، ده طبعا ما بياخدش وقت، كده يعتبر عندي شبه دخل على سوا. حاجه جميله قوي بالنسبه لنا احنا، غريبه شويه ان احنا ناكل
الكرومب بالطريقة ديت وبالشكل دوت، بس بالفعل طريقة جميلة قوي حلوة. طيب هنشوف بقى بعد كده عندنا هنا البطاطس ايه الاخبار. تمام، هي ده السوا بتاعها بالظبط. طيب السوسيس هنا عندي برضو استوى، دي شكله هطلع، هبتدي ان انا اطلع الشغل بتاعي دلوقتي. احط الحاجات دي كده على جنب. وهاخد طبق تاني. كده يعتبر عندي استوى. اكتر من كده هيتهري، وانا مش عايز طبعا اهري الكرومب، انما هو بيتاكل كده تلات ارباع سوا عشان يكون الدنتي بمعنى اصح، عشان يكون ايه لسه القوام بتاعه احس بيه تحت سناني، ما يكونش مهري، لانه لو مهري ملوش اي طعم خالص، احس ان انا باكل حاجه كده صور ومش ظريفه. كده يعتبر عندي استوى، هو بياخد حوالي 3 دقايق بالكتير، 3 4 دقايق وبيكون استوى. هنشوف هنقدمه ازاي مع بعض. هاخد عندي هنا السوتيه دوت، اسف السوسيس، و ناخد ايه، ناخد دي، ناخد دوت. طيب هنطلعه بقى كالاتي. ده بيطلع كده ليه فرحه كده، والناس بتستناه من السنة للسنة، لأن ده أكل شتوي مش أكل صيفي، فالناس بتستناه من السنة للسنة. هناخد ده على جنب كده. وبعد كده عندي هنا البطاطس، هاخد هاخد مثلا كام واحدة كده. ده طبق واحد عامة بيطلع على الطاولة لما بيكون في عزومة او في البيت عند اي حد، بنطلع طبق واحد كده هو فيه الكمية كلها، وكله بعد كده بياخد من قلب الطبق ده، وكله بيحط الكمية اللي هو عايزها قدامه. وده بيسموه في ألمانيا ساور كراوت سوسيس، أو برادفورست ميت ساور كراوت اللي هو دوت. ده بالنسبة للكمية بيكون كده كلها مع بعض. وبعد كده اطفي بس النار، هاخد بعد كده الكمية ديت واروح حاطط كده على الجنب بالشكل ده. كده بالظبط. كويس،
وامسح بس الطبق بتاعي كده. وبعد كده هاخد شوية من الزبدة هنا بالفرشة كده وابتدي ان انا انزل كده على البطاطس بحيث ان هي تلمع لي البطاطس شوية، يبقى فيها لمعة، ده مهم جدا. كده خلاص. وبعد كده هروح نازل بشوية من بقدونس على البطاطس، وهنا برضو نفس الوضع. وده كده بالنسبة لي الطبق عندي خلص. هاخد بس اي حاجة خضراء تاني كده بالشكل ده، وكده اصبح عندي الطبق خلص. ده كان كده بالنسبة لي الطبق عندي. بعد كده انا ممكن اخد دول واحطهم في الطبق عندي هنا، واروح بس ايه مفتح كده ما بينهم. واخد شوية من الساور كراوت كده بالظبط. وبعدين ادهن كده البطاطس عندي بالزبدة، مهمة جدا طبعا عشان تديني اللمعة بتاعة الطبق. وكده دي كانت أطباقنا من ألمانيا. كده أصبح المنيو الألماني عندنا خلص، ودي كانت الأطباق بتاعتنا من ألمانيا. أتمنى إن أنتوا تجربوا الطريقة دي، هتعجبكم إن شاء الله. ومش هقدر أقول لكم أي حاجة غير بينها والشفا. جربوا الطريقة دي بالفعل، طريقة حلوة جدا وهتعجبكم. طريقة الكرومب اللي هو الساور كراوت اسمه. اتمنى يكون الاكل عجبكم والحلقه عجبتكم. انا شخصيا سعدت ان انا قدمت لكم طبق تاني من الاسبوع الالماني. كل سنه وانتم طيبين، والهنا والشفا. مع السلامه. We'll be right back.